مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحلقة جديدة من أحياء في الذاكرة، والتي نستعرض فيها سير عطرة لشخصيات سقطوا في سبيل حرية هذا الوطن ورفعته، اغتالتهم رصاصات غادرة وسلبت حياتهم، ولكنها لم تسلب سيرهم وذكراهم العطرة. نسلط من خلال تلك الدقائق الضوء على شباب في مقتبل العمر يجمعهم سمت واحد، وهو الاحترام والتفوق والنبوغ والإخلاص والأخلاق الراقية. ليست تلك منا أو تفضل منا عندما ننعتهم بتلك الأوصاف، بل هي شهادات كل من عرفهم وتعامل معهم، شهادات تكشفها المؤهلات والدراسات والأوصاف. ولكن للأسف الشديد غيبهم القتل عنا، حرمونا من أجمل زهور مصر ومستقبلها الواعد، وكأنهم يريدون لهذا الوطن أن يكون وطنا بلا مستقبل. أنس حمدان محفوظ، الطالب بالفرقة الثالثة كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، هو ضيف أو بطل هذه الحلقة من أحياء في الذاكرة. نتابع هذا التقرير عنه، وبعد ذلك نبدأ الحوار مع أسرته، فابقوا معنا. رصاصة في البطن وأخرى في الصدر، مكافأة على تفوقه ونبوغه وحصوله على المركز الخامس على دفعته. أنس حمدان محفوظ، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، ولد في الأول من أكتوبر من عام 1992. بفضل الله يعني في ثالثة ثانوي جاب مجموع كويس جدا ودخل طب أسنان. في أول سنة جاب امتياز، في ثاني سنة جاب جيد جدا مرتفع، في ثالث سنة اللي هي السنة اللي استشهد فيها يعني طلع الخامس على الدفعة بتقدير امتياز برضه. لم يمنعه تفوقه من النشاط الطلابي، حيث كان مقررا للجنة الاجتماعية في اتحاد طلاب الجامعة. كان يحفظ القرآن الكريم كاملا، ويعمل مع والده في ورشة لتصليح الأجهزة. الواحد فينا اللي كان مختلف، مش عشان هو مات، بس ده حقيقة. يعني لما كنت بالصيف تروح راس البر وتبقى مثلا أكتر من 17 واحد ومخلص شهادة ثانوية عامة وأكيد مخنوق من الامتحانات ومن الدراسة وكده، أكيد بتفك عن نفسك. الوحيد اللي كان منضبط فعلا، منضبط تماما. أنا بقول لك زي ما قلت لك، أنا بتحرج إن أنا أغلط وأنا معايا. بعد ما أخويا استشهد أنا عملت له، حبيت أعمل له أغنية، فأنا وواحد صاحبي في نفس المجال يعني ألفناها ووزعناها ويعني وغنيناها، والحمد لله طلعت كويسة وسمعت. رصاصة الغدر صابت قلب إنسان حرقه جثته، حتى ما سابوش جثته تتهنى في دفنته. كل ذكرى شهيد دبحت كل خير موجود مكملين جوانا. شارك في اعتصام رابعة العدوية من أول يوم. فجر الثامن من يوليو كان أنس يصلي الفجر في اعتصام الحرس الجمهوري، ويبدو أنه كان آخر فجر يصليه، حيث أضحى ضحية من ضحايا هذه المجزرة الأليمة، مجزرة الحرس الجمهوري. كنا بنصلي الفجر معاه في يوم فموت الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه. خرج من الجامعة متضايق جدا، قال لي الظلمة الكفرة عتلوه وهو عاجز، وبعد كده فصل الكلام خالص وقام جامل لي بس يا بخته، ايه ده؟ صلى الفجر ومات، صلى الفجر واستشهد. يا سلام يا ده، ويوم لو انا موت الموتة دي وهميت نفسي الموتة، صلى الفجر ومات. أهلا بكم من جديد أحياء في الذاكرة، ودعوني أرحب بأسرة أنس حمدان محفوظ. أبدأ بوالده الأستاذ حمدان محفوظ، أهلا بك معنا أستاذ حمدان. أهلا بكم. وكذلك الأستاذة أحلام محمد والدة أنس، أهلا بك أستاذة أحلام. أهلا بك. ومعنا أيضا صديقه عمرو القاضي، سينضم إلينا لاحقا. أولا أرحب بكم معنا في أحياء في الذاكرة، وعظم الله أجركم إن شاء الله. يعني أنس في عدد الشهداء بإذن الله. أبدأ بك سيد حمدان، ويعني كيف كان قتل أنس؟ ما الذي حدث له في أي مكان وأي موقع من المواقع الكثيرة التي قتل فيها أناس كثر خلال الفترة الماضية؟ قتل أنس قتل في شارع كان
كان معانا في رابعة، وكنا صلينا الفجر وبنقول الأذكار. وفي لحظات سمعنا ناس بيقولوا خلقه في رأي في الحرس بالضربة. بعض الناس اتحركت وبعض الناس قالوا اصبروا يا جماعة شوية. وكان أنا قاعد يقول أذكار معايا بس ما ركزتش لأن كان معايا إخواته ومش عادي يعني اللي قاعد معانا في رابعة. بعد وقت بسيط واحنا بدأنا نشيل الجثث ونشيل المصابين اللي جايين من الحرس وندخلهم في المستشفى، لقيت ابني اللي كان ليا ابني موجود هنا اتصل عليا بيقول لي فين انس يا ابني؟ قلت له انس موجود يا ابني؟ قال لي لا انس مصاب في المستشفى في المرة دي ردت عليا. فحاولت اتصل عليه فعلا ما ردت عليا المرضى والخط اتقطع. فجريت خدت واحد وجاي معايا بعربية وجرينا على مستشفى التأمين الصحي. وصلت العمليات قابلت الممرضة قالت لي تدور على مين؟ بقول لها فلان أنس. قالت لي اه موجود وودت في الناحية التانية كده. قلت لها ماشي ماله خلاص ماله؟ قالت لي لا شو حضرتك تصدق وطلعت من ظهره. فقعدت اجري حوالين العمليات في 6 ساعات او 5 ساعات. نبض ضعيف ده في العمليات ده كده لحد ما وصلني انه رحمة الله عليه، رحمة الله عليه وتقبله الله في الشهداء. دعني أتحول إلى والدة أنس الأستاذة أحلام. أهلا بك معنا أستاذة أحلام. أهلا بحضرتك. يعني ابتداء آخر حوار يعني كان بينك وبين ابنك أنس، ما الذي دار فيه؟ وهل أنت كنت عارفة بنزوله للاعتصام في رابعة؟ كنت راضية عن ذلك أم كنت متخوفة يعني من فكرة النزول للاعتصام أو النزول في التظاهرات عموما بعد الانقلاب العسكري؟ الحوار كان بيني وبينه اولا بنشكر ربنا سبحانه وتعالى اللي كرمنا كرم غالي باستشهاد انس ان شاء الله، ربنا يجعله في الخالدين عند رب العزه سبحانه وتعالى، واكيد هو في مكان افضل من هنا ان شاء الله رب العالمين. هو قبل استشهاده جالنا من كان خلص الدراسه بتاعته وجالنا 18/6، وبعدين نزل عندنا في المنصوره، وبعد ما نزل كان في ميدانيه 21/6 فنزل فيها. فقبل ما ينزل كتب لي الوصيه بتاعته وسابها لي على الكومودين، طبعا انا ما شفتهاش الا بعد ما جه. المهم هو نزل طبعا الليله دي كان قايم مصلي الفجر حاضر ومصلي قيام وبس ايدي قبل ما ينزل، فتخيلت ان هو ما عادش جاي تاني. فنزل في اليوم دون، وبعد ما نزل رجع شفت انا الوصيه بعد ما رجع، فمش متخيله ان انا رجع تاني. فبعدين نزل 28 ورجع تاني، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيرتب له شيء معين يقبضه عليه. فدي محبة ربنا له إن ربنا سبحانه وتعالى رتب له الأيام الأخرانية من حياته بعمل باقي عنده عشان يرفعه الأعلى عليه. فسبحانك يا رب. هو نزل يوم قبل استشهاده تقريبا من 5 أيام أو 6، قال لي أنا عندي معسكر أروح يا أمي ولا ما أروحش؟ فاستأذن أبوه، أبوه قال له لا ما تروحش. بيقول لي أروح يا أمي؟ قلت له لا يتوكل على الله وروح يا قلبي. فطبعا لما راح المعسكر قال لي انا هرجع من المعسكر على رابعه. قلت له مفيش مشكله يعني. المهم راح المعسكر قضى 3 ايام كان ربنا بيطهره طهاره نظيفه جدا عشان يرفعه الاعلى عليين. فوصل هناك رابعه بعد ما خلص المعسكر، النتيجه ظهرت، اتصل بيا الخميس الفجر وقال لي يا ام احنا نتاح وانا جبت امتياز يا ام. فقلت له سبحان الله انا نفسي اضمك لصدري انس، بس احساس داخلي ان انا ما قلتلوش الكلمه دي، بس احساس داخلي ان انا مش هضمك تاني انا. فبعدين سبحان الله قعد معاهم الجمعه والسبت، والسبت والحد والاثنين جالنا الخبر الصبحيه ان انا اتصاب هناك. وطبعا قعدنا من الصبح لغايه الساعه 1 في قلق ان هو سبحان الله في المستشفى وبيعمل عمليه ودعوا له، بس هو كان في حاله خطيره يعني في النهايه تماما يعني. فالحمد لله هو ربنا كرمنا جامد باستشهاده، ودي يعني سبحان الله اصطفاء من عند رب العزه سبحانه وتعالى، ان هو ما يصطفيش الا الناس النظيفه، الناس اللي سبحان الله يعني حافظه كتاب ربنا، الناس اللي لها درجه عاليه عند رب العزه سبحانه وتعالى. نعم. لان ابني كانت اخلاقه عاليه 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 لدرجه لا تتخيلها. نعم. عظم الله اجرك ست احلام، لكن دعيني اتحدث مره اخرى للاستاذ حمدان والد انس. يعني كيف كان على كانت علاقتك بأنس أستاذ حمدان يعني وكيف تفضل. والله يعني أنس بالذات
يعني مش عايز اقول لك، كان له شخصيه مختلفه عن اخواته كلهم. يعني هو الوحيد اللي كان ممكن ما يردلوش كلمه او اقتنع بكلامه او اخاف ازعله، لان دايما كنت بلاحظه حتى لما كنت بحفظ القران وهو صغير واخد المسجد كده واحنا قاعدين بعد الفجر، قال لي سمع صوره كده او بيجهز لي يسمعها ما يغلطش في الصوره كامله مثلا غلطه. فكان متفوق اول لحظه من صغره معايا، متفوق حتى في العمل اللي كان بيشتغل معايا فيه، كان دايما دقيق ويحب الحاجه اللي فيها تفكير وفيها شغل. وهو كبير يعني، اول ما ربنا كرمه بشهاده الثانويه العامه كان هو طبعا افضل برضه اخواته، كان جايب 97.5 تقريبا في المية. فكان اكبر مجموعه جابوه. اول ما قال لي اتصل بيا وانا في العمل وانا في شغلي، اتصل بيا بالخبر ده، انا بكيت من الفرحه لاني اول مره احس بالنتيجه دي من ولادي يعني. وفعلا كان كل سنه ينجح، حتى اخر السنه الثانيه زعلان جاي كان شغال معايا في المحل بيقول لي انا زعلان يا هبه، جبت جيد ما جبتش امتياز وزعلان كده. قمت قلت له معلش انا كويس جزاك الله خير كده، واديته برضه فلوس، قلت له خد مكافاتك ايه برضه عشان ايه ما احسسكش بايه بالحزن. بعدها بكام يوم عرف ترتيبه التاسع، اتبسط قوي ليه، قال لي انا طلعت الترتيب التاسع هو مبسوط جدا. فكان على طول بفضل الله بيقول لحضرتك مميز حتى في عمله في الله، والله حتى عمله هناك في المحل معايا كان ادق وافضل. حتى اخر حاجه بقول لاخوه خلي بالك، بص يعني قبلها اقول لك اخر عمل عمله معايا كان بيصلح ثلاجه معانا، بقول لاخوه بص لاخوه ابو اسامه، بص لاخوك انا شوف عامل البتاع ازاي عشان تعملها بعدها ازاي. وكانت طيب. اخر عمل فيها ربنا يعني. سيد حمدان، يعني هل انت مش نادم على فكره سماحك لابنك بالنزول للاعتصام في رابعه او في التظاهرات او لاستصحابك ان تستصحبه معك؟ هل مش ندمان على ده دلوقتي بعد فراق ابنك، ولا لا شايف ان الامر مختلف يعني كما تحدثت والدته منذ قليل يعني؟ انا يعني زي ما احنا بنقول يعني انا في يوم جنازته، أنا في يوم جنازته حسيت إنه كان يوم فرح له. حتى طلبت إن النساء تظهرت، وظهرتك فعلا في الجنازة يومين. وظهرتك لأن أنا حسيت إن هو ده فرحه. يعني مهما عانى من يعني هو يعني مهما عانى حتى عانى من التفوق حتى في الدنيا، فسبحانه وتعالى رأيت له تفوق أفضل من دار، أفضل من دار وأهل، أفضل من الأهل. فمش ندمان أبدا، لأن أنا حتى كنت معاهم، وكنت يعني مثلا مش كنت مثلا ببعته وأقعد أنا، لا كان معايا. بس هو فعلا كنت بقى انزل مثلا عشان اروح شغل اقول له تنزل يعني، يقول لي لا ما اقدرش، اقول له لا ما انتش لا تعالى. فحضرتك ده انا راضي واتمنى ان انا ان شاء الله احصله، واتمنى. وحتى انا ربنا لما كرمني وصلت في رابعه شهدت واتبسطت وقلت خلاص انا رايح لانس، لكن ربنا قدرني ان لسه ليا في عمر كان. يعني يا سيد حمدان انت نزلت كملت اعتصامك في رابعه حتى بعد مقتل انس. حضرتك اقول لك حاجه جميله جدا، ان الانقلابيين دول ما بيفهموش اي حاجه. لو بيفهموا اي شيء بسيط جدا، لكن واضح انهم بتوصلهم الصوره يعني مقلوبه تماما. يعني انا بفتكر كويس جدا من اول ما جزاره الحرس ما حصلت، كان العدد اللي في رابعه لا يذكر قياسا بعد ما جزاره الحرس. يعني انس مثلا على سبيل المثال واحد من الناس اللي اتقتل في جزاره الحرس، له اصحاب قد ايه؟ ولو قرايب قد ايه؟ ولو عم يحرق قرايبه ومعارف، وكل صاحب عارف صاحب. فلا كل واحد يجيب له الاف الالاف بعد الرابعه. ما اقول لحضرتك ان ما كانش في مكان ساعات نعرف ننام فيه او نقعد فيه في بعد الحرب. بعد ما ظهرت المنصه العدد زاد اكثر بدرجه، يعني كل ما بيعملوا اكثر الناس ما بتخافش وترجع وتخاف وتروح تعمل كده، بالعكس هي كانت بتروح وتضحي. يعني والدته ما جاتش معايا رابعه الا بعد انس استشهد. بس قعدت معانا اسبوع كامل بعد شهاده انس هناك. وولادي كلهم كانوا قاعدوا معانا كاملين هناك. ولاد كتير ما كانتش بتروح ولا بتيجي، راحت وقعدت. وبقول لحضرتك المكان اقسم بالله ما كنا بنلاقي مكان في الخيمه او في المكان، كنا بنروح ننام في مساجد بره عشان ما فيش مكان في رابعه. طيب ست احلام، من وجهه نظرك يعني من يتحمل قتل انس؟ يعني ببساطه في رقبه مين يعني؟ اللي يتحمل قتل انس السيسي ومحمد ابراهيم وكل واحد مؤيد او واحده مؤيده للنظام الموجود دلوقتي. طيب اللي راضي وما بيتحركش. هل تشعري بالحزن الشديد ان حتى هذه اللحظه يعني ما فيش اي جهه تحقيق
حققت في قتل الحرس الجمهوري أو ربعة أو النهضة أو كل المذابح التي حدثت بعد الانقلاب العسكري، حاسة إن مش هيجي اليوم اللي تاخدي فيه حق أنس ودمائه التي سالت؟ لا، احنا عندنا يقين وايمان بربنا سبحانه وتعالى شديد قوي ان حقنا في يوم من الايام هيجي، ولو ما جاش دنيا هيجي اخره ان شاء الله رب العالمين. وكده كده سبحان الله عمر الانسان ما هيعيش قد ما عمره اللي باقي له اللي عاشه في الدنيا، فهو عاش سبحان الله 50 ولا اكتر ولا اقل، عمره ما هيعيش قد كده على ظهر الدنيا. فاذا كان حقنا ما جلناش في الدنيا هيجي عند رب العز سبحانه وتعالى قدام محكمه عدل ان شاء الله رب العالمين. ست احلام، ايه رايك في الكلام اللي بيتقال ان اعتصام ربعه والنهضه كانت اعتصامات إرهابية وكانت فيها أسلحة، أنت رحتي وقعدتي أسبوع على حسب كلام والد أنس ولك شهيد من ضمن من كانوا في ربيع، إيه رأيك في الكلام ده؟ طبعا كله كلام كذب وكذب وافتراء، لان احنا رحنا وقعدنا وحضرنا كمان مجزره المنصه هناك اثناء المجزره بتاعت المنصه كمان هناك، وطبعا كل كلام ده فاض، لان هناك كانت عباره عن روضه من رياض جنه ربنا، عبارة عن قرآن، عبارة عن تهجد، عبارة عن صيام، عبارة عن محبة بين الناس وبعضها، بيدوروا على كلمة حق قدام ربنا سبحانه وتعالى، لأنهم هيقابلوا ربنا بنفس الكلمة دي، مش عملية الإرهاب والكلام الفاضي اللي بيقولوا عليه ده، اللي إعلام الكذاب اللي كل ساعة والتانية بيفتري على الناس عشان يضيع حقوق الناس اللي ضاعت. بتنزلي التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري دلوقتي أو بعد فض للأسف الاعتماد؟ للأسف المنصورة عندنا يعني زي ما تقول بلد يهود، لا حول بينزل فيها بتبهدل بهدلة جامدة جامد. لكن سبحان الله لو في مسيرة يعني فيها أمنيات وفيها كلام من ده بننزل إن شاء الله رب العالمين، ما بنقولش لا، لأن ده حق ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت دي شريعتنا اللي يجب ندافع عنها لآخر نفس من عمرنا، لأن الإنسان ما يستاهلش إنه يعيش على دار الدنيا طول ما هو بيضيع حقوق الناس، وفي نفس الوقت ده حق ربنا وشرع ربنا سبحانه وتعالى. طيب يعني اسمح لي أن أتحدث لصديقه عمرو، القاضي صديق أنس حمدان محفوظ، أهلا بك معنا عمرو، ولو تحدثنا يعني عن صاحبك أنس ماذا تقول؟ السلام عليكم ازيكم؟ نعم معك أحمد طه، تفضل. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا سامع حضرتك، تفضل يا فندم. أنا حمدان أولا كان احتكاك كبير، وتعاملي معاه كان بشكل شخصي شوية أو بشكل قريب منه بشكل كبير يعني. تعاملت مع انس، حفظت القران، وكنت يعني اعرف انس من هو في اعدادي تقريبا يعني. فانس كان ذكي، كان سهل في التعامل، كان طيب، كان روحه حلوه وسط الناس، سبحان الله يعني محبوب للناس كلها. يعني الله عز وجل فعلا ما بيختارش للشهاده اي حد. يعني الصفات كتير في انس تقول ان هو طالب متفوق في دراسته، الانسان دايما عالم بذكر الله، ما بيخرجش منه الا كل طيب، تعاملاته مع اصحابه فيها رجوله، فيها شهامه، فيها تعامل يرضي ربنا. فسبحان الله حب غير عادي للناس كلها، يعني سبحان الله كنا لازم ربنا يختار زي انس ان شاء الله رب العالمين يعني. هل كنت قريب من انس قبل استشهاده عمرو؟ يعني كيف كان يفكر يعني في الأيام التي سبقت استشهادي؟ لماذا كان حريص على النزول للاعتصام في رابعة ثم بعد ذلك ذهابه إلى أمام الحرس الجمهوري؟ يعني لو لديك أي معلومات في هذا السياق. بالفعل كنت مع أنس في يوم الاستشهاد، وكنت معاه في المستشفى، كنت معاه قبلها كمان بأسبوع كمان. يعني من الكلام حتى كنت بسأل أنس أول ما كنا في رابعة، فبقول له أنس أنت هتروح أنت؟ يقول انا مش هروح الا لما بقى تستقر والدكتور مرسي يرجع تاني مكانه، لان احنا بندافع عن دين وعن دوله، ومش الموضوع نزول رابعه عشان تفين او الكلام ده، لكن كان هم انا فاهم ان هو ممكن حتى يستشهد، قال لحد انا استشهدت يعني رحنا تمنى ان انا الشهاده من الله عز وجل. ففضل انا قال انا مصمم ان شاء الله مش هرجع لما ربنا يحقق النصر او يحقق يعني الخير على ايديه يرجع تاني الدكتور مرسي يعني. كان انس نشوف طبعا ليلتها بالليل، قمنا ليل وصلينا صلاه العشاء مع بعض وقمنا ليل. كان انس اقام ليل معانا في بعيد عن الحرس، في مكان رابعه عند الحرس الجمهوري، ولكن هو من نفسه قال انا عايز اروح اصلي الفجر عند الحرس الجمهوري. فهو راح هو ويدوب يعني احنا سيبناه وراح اتوضا وقام راح صلى الفجر من غير حتى ما احنا نعرف يعني هو سابنا في رابعه او راح هو صلى الفجر هناك.
طبعا جالنا بعدها خبر، او ساعتها بقى ساعه مطبعه الحرس جالنا خبر استشهاده. فطبعا جريت طبعا على المستشفى، لقيته في مستشفى التأمين، طلعت معاه، عرفت ان هو في العنايه، عرفنا ان هو حالته خطيره. بعد كده بعد العمليه ده ان شاء الله ممكن الحاله تتحسن يعني. طبعا كان معانا والده اللي في السندان، بعدها بساعه او اثنين جالنا خبر استشهاد انا في السندان. رحمة الله عليه. عمرو، سريعا يمكن، في فكرة الشباب، يعني قتل عدد كبير في اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر، يعني من الشباب ومن الطلاب، هل تستشعر أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الشباب، هم من سيكون لهم السبق في الوقوف أمام الانقلاب العسكري أو دحره بشكل أو بآخر؟ ده أكيد إن شاء الله. الله عز وجل بينقل هذه البلد، يعني جاي ضربان زل بيختبرنا وبيبتلينا عشان يطلع فينا. دايما دايما على فكره الرجال والمعازيم ما بتبانش الا في وقت الازمه ووقت الشده. عشان يبان الرجال فعلا ويبان الشباب ويظهروا الشباب دول، لازم يضغط علينا شويه ولازم ربنا عز وجل يبتلينا شويه. فمع الابتلاء والصبر مننا ان شاء الله هيطلع مننا ناس باذن الله، باذن الله رب العالمين. يكون السبب في نصر دين ربنا. هو الله عز وجل يغرس لهذا الدين بكلتا يديه، احنا مفيش بيدينا حاجه، هو الامر كله في ايد ربنا عز وجل. لا طيارات ولا دبابات ولا غيره، احنا ناخد بالاسباب بس نعمل اللي علينا. فالله عز وجل اللي بيؤهل لهذه الامه هؤلاء الشباب. فان شاء الله ربنا عز وجل ابتلانا ويوحف هذه الامه وحط فيها هذا الابتلاء ان شاء الله عشان يخرج الشباب دول. وسبحان الله بهذه الافعال الواحد والله يلمس في شباب كتير رجوعه الى الله والتزامه بدينه. يعني زي ما قال الشيخ حمدان، يعني اصحاب كتير من اصحاب انس ما كانوش معانا في رابعه، بعد استشهاد انس بقوا كثير معانا، نزلوا رابعه ونزلوا الميادين. ويمكن فيديوهات اللي موجوده في جنازه الدكتور انس تشهد باصحابه اللي موجودين، يعني حتى اللي سجلوا قبل كده من الحوار مع انس اصحابه كتير نزلوا فان شاء الله يعني اللي بيحصل في الامه دوت هو ان شاء الله بيزود عائل الشباب اللي بيرجعوا لله، وان شاء الله ربنا هينصر بينا يعني سواء شئنا ام ابينا، وان شاء الله ده في حسن الامه وزياده إن شاء الله. شكرا يا عمرو، ودعني أعود مرة أخرى للأستاذ حمدان محفوظ والد أنس، والدة أنس حملت السيسي ومحمد إبراهيم مسؤولية قتل أنس، هل لك نفس الرأي؟ وهل اتخذتم أي إجراءات قانونية يعني على الأقل للنيل ممن قتل أنس، أم يعني الظروف الحالية في مصر لا تسمح بذلك؟ والله نفس الاتهام، هو فعلا نفس السيسي ومحمد ابراهيم واعوانهم وكل من رضي عن ايه؟ على هذا القتل لجميع الناس في كل مكان، مش مجرد في رابعه والحرس، في كل المظاهرات في كل مكان. وبالنسبه احنا فعلا وكلنا محاميين بالعمل ده، ووكلتهم بالنسبه لموضوع الحرس بالنسبه لموضوع انس. ولكن طبعا الامور ساءت اكثر واكثر بعد طبعا موضوع الحرس، لانها كانت اول مجزره، وبقى بعدها مجازر كتير، وما زال الى الان مجازر ايه شغاله ما بتنتهيش في كل مظاهره وفي كل بلد وفي كل مكان. لكن يعني موضوع المحاكم او كلام من ده يعني مش في دماغي قوي، لكن اللي بالامل الكبير اللي عندي انه سبحانه وتعالى هو اللي بيده ملكوت كل شيء وبايد الامور كلها. وزي ما قال ان زي ما قال الشيخ الشعراوي، لا تقوم معركه بين حق وحق، ولكن تقوم المعركه بين حق وباطل، والباطل لا يدوم، ان الباطل كان ظهوفا. فنعلم تماما ان سبحانه وتعالى سينصر الحق مهما طال الزمن او قل، الحق هينتصر، والظالمين ربنا هينتقم منهم، ان سبحانه وتعالى توعدهم في كتابه لنهلكن الظالمين. نعم. ولنسكننكم الارض من بعدهم وذي الفئه المؤمنه. فان شاء الله املنا في ربنا وثقتنا في ربنا ان هو رب كل شيء، اذا كانوا هم ليسوا ربنا وبتصرفوا طيب. بال استاذ حمدان، دعني انهي هذا اللقاء، عفوا لضيق الوقت وضيق وقت هذه الحلقه، دعني انهي هذه الحلقه مع والده انس الاستاذه احلام، وكلمه اخيره منك، ماذا تقولي؟ تفضلي. اقول الحمد لله رب العالمين ان ربنا شرفنا باستشهاد انس، واقول للظالم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك
سبحان الله، إن الله لا يملي للظالم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يخلد. ودعوة المظلوم عمرها ما تنتهي أبدا، زي ما علمنا الشيخ الشعراوي، دعوة المظلوم رصاصة تسافر في سماء الأيام حتى تستقر في أغلى ما يملك الظالم. فأكيد في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى يجيب لنا حقنا إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا السيدة أحلام محمد والسيد حمدان محفوظ والدة الشهيد أنس حمدان محفوظ الطالب الفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر والذي استشهد في أحداث الحرس الجمهوري برصاصة بالبطن وأخرى صدر. كما أشكر أيضا عمرو القاضي صديق أنس. أشكركم شكرا جزيلا والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. غدا في نفس الموعد وأحياء في الذاكرة، في أمان الله. شايف ملامحك يا شهيد، شايف بطل باصص لفوق، حالف بربه يا وطن لازم تفوق، لازم تفوق. والكفن شايف بريق، شايف طريق، جوه الكفن ريحة ملايكة مش عافن، جوه الكفن شايف ملامحك يا وطن، جوه الكفن ريحة ملايكة مش عافن، جوه الكفن شايف ملامحك يا وطن، شايف شهيد.